ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المتمردين الحوثيين أعلنوا استعدادهم للانسحاب من الأراضي السعودية في حال وقفت الرياض عملياتها العسكرية ضدهم. كان مساعد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان أعلن انتهاء العمليات الكبيرة وعمليات التطهير على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن، مشيرا إلى أن القوات الجوية السعودية ستواصل ضرب المتسللين. شبه انتهت تماما، ليس هنالك الآن إلا تسللات واستخدام قناصة، ونحن دائما لهم بالمصاد إن شاء الله، ولكن تعتبر أشياء عادية تعمل من أول. لكن بدل ما إن سلاح الحدود هو اللي يقوم فيها، إن الآن نقوم فيها حتى آخر متسلل. ولهذا وينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة اليمنية صنعاء السيد جلال الشرعبي المحلل السياسي. سيد جلال، يعني هذه تصريحات للحوثيين التي تطلب أن ترفع السعودية يدها عنهم، هل معنى ذلك أن الجهود السعودية قد نجحت في محاصرة الحوثيين بالفعل؟ بالتأكيد، فإن هذه التصريحات الحوثية تؤكد أن هناك ضغطا شديدا من الجانبين، الجانب اليمني والجانب السعودي، وبل أن هناك التنسيق الأهم الحاصل في هذا الشأن قد نجح في الضغط على المسلمين والضرب في أماكن تواجدهم. وأعتقد أن السعودية نجحت إلى حد كبير على الحدود إيصال رسالتها إلى الحوثيين بأن وإشعارهم أن هذا الدخول في هذه المعركة معنا كان خطأ، يعني خطأ استراتيجي بالنسبة لهم وأضعف موقفهم على الجانب اليمني. طيب، يعني في حال ما انسحب الحوثيون من على الحدود السعودية وخرجوا من المنطقة الحدودية، هل يمكن أن يكثفوا عملياتهم داخل اليمن وتصبح اليمن يعني أمام معترك دون المشاركة السعودية أو المساعدة من الجانب السعودي؟ الحوثيين أرادوا مع السعودية أو الدخول مع السعودية إيصال رسالة في موسم الحج، تعمل على إقلاق إيصال رسالة مفادها إقلاق الحكومة السعودية في هذا التوقيت بالذات وهو موسم الحج. الآن انسحبهم إلى الأراضي اليمنية أيضا يضعهم في مكان خطير، وأن القوات اليمنية على استعداد كامل على الشريط الآخر لاستقبالهم كضحايا أيضا. الحقيقة إنه المعارك الآن تدخل يعني منعطف خطير بعد أن أصبحت طهران يعني وسيلة أساسية في حسم كثير من المواجهات الحاصلة في كثير من المواقع. نعم، السيد جلال الشرعبي المحلل السياسي مباشرة من العاصمة اليمنية، شكرا جزيلا لك.